Ok, السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا شباب، رجعت لكم مقطع جديد من ماين كرافت. يب، زي ما سمعتوا ماين كرافت. اليوم انا مركب عليها مود تكستر بوك، يعني هي كذا. اوكي، نبدأ كعالم عادي وجديد كذا. انزين ديم كسر خشب ككل لعبة عادية ماينكرافتية. شنو هذا؟ دجاجة. خلينا قبل نكسر الخشب حلو. زين كسر هذي. اوكي، نروح للانفنتوري نسوي خشب. بعدين عالسالفة، حلو. الحين نبدأ نستكشف العالم هذا. نبدأ نجمع أكل دجاجة، بس ما ليش ما عندها عيون. مش ما عند الدجاجة عيون؟ ها، تكستر باك بايخ. لا مو بايخ، حتى الخروف خلوه شكلها عادي. اه ليش ما طيح لي لحم؟ اه نسيت، ذا الاصدار ماكو لحم خروف يعني للاسف. تبي ابنك لو تموتون؟ الموت جايك. شبيه ما راح اقتله لانه ما يفيدني شيء. الحين نبدأ نكتشف كهوف ونسولف وايد. اوكي، صراحة ما أقول النسخة سيئة، زينة وحلوة. أوه جماعة، أكو كهف، أكو كهف، أكو كهف، هذا كهف. لا، إعلان إعلان إعلان. No thanks. جماعة كهف. صبر صبر صبر، الزوم الزوم. شوفوا هني كهف. صبر أرجع الإعدادات. ما احتاج اسوي كرافتنج تيبل. اسوي ستيك، بعدين بيكاكس اخذها. لا ما سويت بيكاكس، ولا لا ما سويت بيكاكس. نسوي بيكاكس، سوي بيكاكس. الحمد لله.
زيد له فحم عشان انا احتاج شمع يا جماعة، والشمع ما يجي الا بالهاي. صبوا جماعة اخلص اجمع الفحم وارجع لكم. يا جماعة رجعت بس ما جمعت الفحم، كنت مستعجل رايح. كمل. جماعة شنو هالبلوكة؟ شنو؟ يا نان ماما بابا مكتوبي هذي كسر بالبيكاكس. شنو هالبلوكة؟ تذكرتها، هاي البلوكة زي ستون بس مو ستون. وين بيصفي؟ زين شوفي شوي شم. بسم الله نبدأ الرحلة الكهفية. صبر يا جماعة. يا جماعة شو سويت؟ يا جماعة نكمل الرحلة الكهفية. لا خلص الكهف الحين، يمكن اكو كهف ثاني وراها. مين انا محتار، يمكن نلاقي كهف. راح اطلع ما كأني شفت شيء أخضر. هذاك الجراس جماعة جلل. لا جلل، وأنا ما أدري لازم ألاقي خوف يا جماعة، خوف. لا
الله سمعها. يب خروف خروف اخيرا واخيرا. ريتش ريتش. الحمد لله. يلا حنا سرير سرير سرير. وين السرير؟ بدي اعمل سرير. ماشي اعلانات شت. شت طلعي اعلانات. شت يا جماعة، راح راح التعب راح الجهد. راح التعب والجهد كل شي راح. بسست للورد. لا ده مو الورد حقي، ده مو على والله ما ادري. هذا هو هو عالم. لا لا التعب كله. فيني اصنع سرير. اوه نسيت سرير بالكرافتنج تيبل. لا ارجوك ارجوك. نو ثانكس. شت مو اوكي. Thank you.
اعلان. يا جماعة أتوقع هنا راح أسوي سيف أو بس يشتغل السيف. يا جماعة خلاص تطلع يا جماعة. هنا نهاية المقطع، لا تنسوا لايك وإلى اللقاء.